تبدا الحكايه في دوري ابطال اسيا، البطوله الاكبر في القاره الصفراء، البطوله التي دائما ما تجمع افضل الانديه من اقصى شرق القاره وحتى في منطقتنا العربيه، بطوله بالتاكيد ان لها اهميتها وايضا فيها كثير من النجوم على مستوى القاره الاسيويه، وايضا امر مهم جدا في هذه البطوله انها ستكون بوابه للوصول الى البطوله العالميه، وبالتالي فان كل فريق يسعى لتحقيقها ونتمنى مشاهده طيبه في هذه البطوله. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. وركلة البداية، أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يلعب كرة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، لا أجد الكلمات المناسبة في حارس المرمى. يا إلهي على هذا التألق، على هذا التعملق، على هذه المباراة الكبيرة. كرة بالعرض، ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة، يلعبها لمنطقة الخطر، الكرة ملعوبة عرضية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، عرضية داخل منطقة الجزاء، تغيير لاعب على الأجناب، لمسة بينية، لعب فعلوها، سجلوها في الشباك، تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. يلعب كرة بينية، الحكم المساعد يلعب كرة ساقطة، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، بدأ لي أن الدفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة، كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم أكثر نحو مرماهم. ضغط قوي وينجح في استعادتها، فرصة هجوم معاكس، صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ ستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. هدف يبعثر أوراق المجموعة، وعرضية
فرصة للتسديد إلى خارج المرمى، تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. يلعبها طويلة، سيطرة من الحارس على الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة رأسية خطيرة. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. إلياس، إلياس تسديدة، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى وصلت إليه. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت؟ يسدد الكرة. أوه، هل قام مرة أخرى؟ يحرم اللاعب من التسجيل. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا لها من فرصة، والتسديد كرة باتجاه المرمى. الله، ما رأي، ينجح في التسجيل. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. لمسة بينية، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. بدأ التوتر واضح جدا عليهم في نهاية المباراة، بالتأكيد غير راضين عن النتيجة، كانوا يبحثون عن الفوز بعد الأداء الكبير اللي قدموه. شيء رائع أن نكون جزء